بالتعادل، وده اللي كان مطلوب طبعا. ما حبيبهم من امبارح تعادل 0-0، قال لك ازاي الاهلي يكسب النهارده؟ ما ينفعش الاهلي يكسب. طيب جيب له مين؟ جيب له حكم زي ده. طيب حكم ده شفناه فين قبل كده؟ محدش شافه قبل كده. كابتن معرفش وليد مين ده. الحكم جاي ماتش بين الاهلي والمصري، فرقتين كبار، فريق بينافس على البطوله، فريق بينافس في منتصف الجدول، جايبين لي حكم ما يحكمش درجه رابعه اساسا ولا درجه خمسه كمان لو فيه فاولات، بيديها بعد نص ساعه، اللعبه اتلعبت من نص الملعب خلاص وراحت وعدت واتقطعت منه، يرجع بقى فاول تاني للمصري. لعيبه بتاعت الاهلي بتقع، بيخش فيها بالتحامات قويه جدا، مفيش اي كروت دلوقتي. حارس المرمى داخل في لعب الاهلي قفشه، مصاب بوشه كله نزل دم، مش ضربه جزاء. طيب حسين حسين السيد داخل شايل محمد هاني كارت اصفر، مفيش، اداله بعدها كارت اصفر تاني في كره تانيه في التحام تاني، والتحام اصلا يعني اي كلام. ده النهارده المفروض حسين السيد كارت احمر، حارس المرمى نفس الكلام. لعيبه النهارده بتخش على رجل مباشره للاعب او بتاخدش كارت احمر. طب وبعدين؟ وبعدين يا جماعه خلاص خلاص، هي هو الموضوع كده باين خلاص. يعني ما دام الزمالك ما كسبش، تعرف لو الزمالك كسب امبارح كان الاهلي كسب النهارده، او يمكن برضو كان عطله شويه، لكن الزمالك دلوقتي هيبقى فرق كذا بونت. طبعا لازم يعطلوا الاهلي، لازم يوقفوه. ارضيه الملعب زي الزفت، النهارده كان في مطره وكل حاجه، لعيبه ما كانتش قد كده، ولكن الاهلي جاله فرص، الاهلي جاله فرص. انت النهارده لو طرد عندك اتنين من المصري، شوف الملعب هيبقى مفتوح ازاي. الحارس المرمى لو خد كارت اصفر في الشوط الكره بتاعته مع قفشه وكان ضربه جزاء كان الماتش فرق. انت النهارده بتضيع ماتش وبتضيع الثلاث نقط على نادي يستحق ان يكون. انت ايه انتمائك ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. في اي حد يعني بيخون المهنه اللي هو فيها وبيخون ضميره، ويعني مش عايز اتكلم اكتر من كده، اصلا انا اتكلمت مش هسكت، واللي هيتكلم مش هيسكت. شفنا بلطجه في ارض الملعب ضد سيد عبد الحفيظ وضد اللعيبه وتبريق فيهم معرفش ايه. بنشوف لعيب زي بتاع حارس المرمى بتاع المصري واقع في ارض الملعب اكتر من 5 6 دقايق، وانت مش راضي حتى تستنى نص دقيقه زياده. في اخره الظلم ده ايه؟ اخره الكلام ده ايه؟ قولوا لي بالظبط. يعني هو الفكره خلاص، انتوا عايزين الدوري للزمالك ادهوله، ورتبوها كده، زمالك بيراميدز فيوتشر مصري ما اعرفش ايه، وخلوا الاهلي يا عم في نص الجدول. ما دام انتوا عايزين كده خلاص، ادوا يا عم الدوري للزمالك وخلصونا. لكن اللعيبه ما تحرقش دمها في الملعب، والجمهور يحرق دمه في المدرجات، والناس تحرق دمها في البيوت، وفي الاخر تضيع على الناس الماتش. ان الله لا يصلح عمل المفسدين، مهما عملته ان شاء الله ربنا مش هيصلح حالكم ولا هيصلح اللي انتوا بتعملوه، لانه اساسا انتوا اساسا بتعملوا فساد. هيصلح ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ فساد. ان شاء الله ربنا قادر يزيح اي حد مسؤول عن اللي بيحصل ده. ربنا قادر انه يزيح اي حد مسؤول عن اللي بيحصل ده. ان شاء الله الكرسي اللي انتوا قاعدين عليه في الاتحاد واللي انتوا قاعدين عليه في لجنه التحكيم مش هيدوم لحد، مش دايم لحد، كان دامت للي قبلكم، ما دامتش لحد. اتقوا الله في شغلكم وفي ضميركم، اتقوا الله في الناس اللي بتدفع فلوسها عشان خاطر تستمتع بكره القدم. انتوا ناس يعني هتكرهونا في الكوره اساسا، ولا المنتخب المصري هيتعدل حاله، ولا اي منتخبات في مصر هيتعدل حالها، ولا التحكيم اساسا مصري، ولا هنشوفه في اي مناسبات عالميه تاني، ولا هنشوف اي تحكيم بسبب المهزله اللي بتحصل دي في اي مناسبه وفي اي يعني حاجه موجوده في العالم. لاننا دون المستوى بالنيجاتيف. النهارده بتجيب لي حكم محدش يعرفه، حكم مجهول جاي من درجه رابعه ده ولا درجه خمسه مش عارف، بيدير ماتش قمه زي ده ازاي؟
ده انت الاهلي ده الاهلي اسم الاهلي بس انت المفروض تجيب له حكم اجنبي اساسا. وهنا برضو هرجع تاني للاداره، اتكلموا انطقوا، كفايه سكوت، اتكلموا واطلبوا حكام اجانب، لازم حكام اجانب لكل ماتشات الدوري، لازم. انت النهارده عشان تاخد الدوري جوه مصر لازم حكام اجنبي، وما توافقش على اي حكم يجيلك، اتعلموا من الادارات التانية بتعمل ايه. لكن انت النهارده ساكت، هيتحط عليك كل ماتش، هيتحط عليك وعلى فرقتك وعلى لعيبتك وعلى فلوسك اللي تدفعها كل ماتش، وفي الاخر الماتش هيضيع منك، والنقط هتروح ببلاش كده هديه للمنافس بتاعك اللي اساسا مش قادر يشمها، اساسا مش لاقي الديلر بتاعه اللي يفوقه في الماتش. طب وبعدين اخرته ايه الكلام ده يا كابتن الخطيب؟ كفايه سكوت يا كابتن الخطيب، اتحرك انت ومجلس ادارتك، اتحركوا، اعملوا حاجه. فريقنا بيتعرض لظلم تحكيمي بين من 2015 لغاية النهاردة بيتعرض لظلم تحكيمي. فلتنا في كام موسم منهم، ولكن المرة دي بقى ببجاحة. 2020 21 22 كفاية بجاحة. انتوا ما بتكسفوش على دمكم؟ ما بتكسفوش؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل فينا ده؟ بجد والله ايه اللي بيحصل ده؟ فساد في فساد في فساد في فساد، في طرمخة، في جوابات ما بتظهرش، وفي ناس ما بتشوفش شغلها، وتحكيم لا يفقه شيء في التحكيم اساسا. اخرتها ان شاء الله الدوري اهلاوي، وان شاء الله ربنا هيفسد اعمالكم وهيفسد نواياكم باذن الله، اللي هي عايزه تخرب في الكوره المصريه.